السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبتي الصغار، طلاب صف أول، أراكم مستعدون جميعا للقفز. تعودتم على القفز واللعب، ولكن لا ننسى ونحن نلعب أننا نذاكر المادة الجميلة وهي الرياضيات. بداية يا حلوين، اليوم سوف نجمع لكم ما بين الجمع والطرح، وننظر إلى العبقري والبطل الذي يعرف ما هي مسألة الجمع ومن هي مسألة الطرح. وقد سبق وقلنا أننا لنعرف الجمع أننا نعرفه من اتجاه من يا أستاذة؟ اتجاه السهم. إذا اتجه السهم إلى اليمين فإننا نفعل ماذا؟ ها، من يقول؟ أحسنتم، فإننا نجمع. ممتاز. أما إذا اتجهنا إلى اليسار فإننا ماذا يا أستاذة؟ نطرح. ممتازون. نبدأ في كتابة الجمل العددية، فقد أصبحتم جميعكم عباقرة. عند الجمع بداية نبدأ بالعدد الصغير وهو من؟ التسعة. نكتب التسعة في البداية ثم نقفز ونعد قفزاتنا. هيا نقفز. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. خمس قفزات يا حلوين. نكتب عدد القفزات ثم نكتب العدد الذي توقفنا عنده في الناتج وهو 14. ممتازون. هيا قبل أن نقفز لابد أن نركز في البداية، نحن نطرح أم نجمع هنا؟ نطرح. ناقص، لأننا نتجه إلى اليسار. ممتازون. في الطرح نبدأ من العدد الكبير. ممتازون. 12 هو البداية. نبدأ بالقفز أحبتي. هيا، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبع قفزات جميلة. هنا وقفنا عند من؟ عند الخمسة، فهي إجابتي الجميلة. نبدأ بالتركيز بداية في المسائل الكلامية. هنا لا يعنينا أيضا كل الكلام، ولكن تعنينا بعض الكلمات التي توضح لنا إذا كانت المسألة جمعا أم طرح. وهنا مع أحمد ثلاث ألعاب ومع أخته خمس ألعاب، فكم لعبة معهما؟ عندما يذكر كلمة معهما أو مجموعهما أو كلها، ها، فهنا تعني جمعا. وللجمع نكتب أي عدد في البداية. لا يعنيني الترتيب، نكتب مثلا الخمسة ثم الثلاثة ونبدأ نقفز على خط الأعداد بداية من من؟ من الخمسة. عند الجمع نتجه إلى اليمين ونبدأ في القفز. واحد، اثنان، ثلاث قفزات. توقفنا عند من؟ الثمانية. ولا ننسى اتجاه السهم إلى اليمين لأننا نجمع، ونكتب الناتج 8. أحسنتم. اشترى محمد 15 برتقالة. أكل. ماذا تعني أكل؟ أكل منها 6 برتقالات، فالبرتقال هنا نقص أم زاد؟ نقص، لأن محمد أكل. ها، فكم تبقى معه؟ هنا أكل وتبقى تعني طرحا. هيا نبدأ بالطرح. نبدأ بالعدد الكبير. ممتاز. وهو كم؟ 15 ناقص كم؟ 6. نبدأ من العدد الكبير على خط الأعداد. في الطرح لابد من التركيز بالعدد الأكبر. في الطرح نتجه إلى اليمين أم إلى اليسار؟ إلى اليسار، ونقفز 6 قفزات هكذا. 1، 2، 3، 4، 5، 6. ثم نتوقف عند 9 ونكتب الإجابة ونتوقف أحبتي لسماع الأذان. عفوا، نكمل أحبتي بعد سماع الأذان. نكتب السؤال، يقول اكتب الجمل العددية التي يعبر عنها التالي. بداية ننظر إلى اتجاه السهم، ولا ننسى أولا هذا السهم يتجه إلى اليمين، فالمسألة هنا جمع. نبدأ بالجمع بالعدد الأصغر وهو 8، ثم نقوم بعد القفزات الموجودة لدينا من بعد 8 هكذا. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. لدينا 8 قفزات يا حلوين، وتوقفنا عند العدد 16 وهو الناتج. ننظر إلى المسألة التالية. نتجه بالسهم إلى اليسار، وعند الاتجاه إلى اليسار فإننا نطرح. ممتازون.
وفي الطرح نبدأ بالعدد الأكبر وهو 13، ثم نعد قفزاتنا 1 2 3 4 5 6 7 قفزات. ممتازون، توقفنا عند العدد 6 وهو ناتج الطرح. ننظر إلى المسألة التالية. اشترت سارة 12 قطعة حلوى وأعطت أختها 5 قطع، فكم قطعة تبقت معها؟ أعطت يعني ناقص، وتبقت معها أيضا تعني ناقص. وفي الطرح نبدأ بالعدد الكبير 12 ناقص 5 هي عدد قفزاتي. نبدأ على خط الأعداد بداية من 12، نتجه إلى اليسار بالقفز 5 قفزات، 1 2 3 4 5، توقف عند العدد 7 وهو ناتج المسألة. مع محمود 3 ريالات وأعطاه والده 8 ريالات. كم أنت غني يا محمود، كل هذه الأموال لديك؟ ها، فكم أصبح مع محمود؟ هنعرف الآن كم أصبح مع محمود. 3 ريالات كانت لدى محمود وأعطاه والده 8 أخرى. ها، نبدأ من عند 3 ثم نعد قفزات محمود أو أعداد الريالات التي لدى محمود 8 قفزات كالآتي: 1 2 3 4 5 6 7 8. توقفنا عند العدد 11، ولأننا نجمع فالسهم يتجه إلى اليمين وليس اليسار في الجمع. مع خالص أمنياتي لكم بالتوفيق أحبتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.